ستحرص وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع لجنة الضبط الكهرباء والغاز على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد من خلال متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بالاعتماد على المؤشرات أداء المحددة في المخططات الخماسية لتحسين الخدمة والتي يوقعها صاحب الامتياز شركة توزيع الكهرباء والغاز مع السلطات المانحة للامتياز.